قضية تاع الأسعار تاع اللحوم الحمراء. بالنسبة للحوم الحمراء احنا شفنا بلي كان فيه ارتفاع ونقدر نقولها بدون مبرر. نعرف الميدان خدمتي. إذا أمور تاع شوفوا اللحم تاع الخروف اللي يلحق 180 200 ألف، اللحم تاع البقر أكثر من 200 ألف الكيلوغرام، يعني نو الناس تقول بلي كان يعني ارتفاع في أسعار التغذية تاع الحيوانات. نقولها رسميا ما كاش ارتفاع في الأسعار حتى على مستوى الأسواق الدولية. كان كذلك إنتاج تاع التغذية الحيوانية على مستوى الوطن، كان دي فابريكون داليمون دو بيطاي، حنا عندنا لوفيس ناسيونال دي زاليمون دو بيطاي، إني با دوغمونتاسيون دي بري، بالأقل كان انخفاض تاع الأسعار. نعطيك في سبيل المثال، رانا زيارة رسمية في ولاية الجلفة عندها أكثر من 45 يوم، كاين يعني منتج خاص يبيع في أغذية الحيوانات هو لو كونسونتري، ويبيع فيه 250 ألف القنطار. أين هي ارتفاع الأسعار؟ هذه أولا. ثانيا لما نشوفوا التنظيم ولا النظام تاع التسويق، يعني هي قضية تقليدية، رانا نشوفوا إنسان كي يستحق حاجة يروح يبيع 5 ولا 10 شياه ولا كذا، ولكن لاحظنا يعني باللي كثروا الوساطة بالنسبة لهذا التسويق الأغنام بصفة عامة. إذن خذنا قرار على مستوى الأعلى للوطن، يجب أن يكون فيه يعني تخفيض بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء، وأنتم على علم باللي انطلقنا في مرحلة استيراد اللحوم الحمراء اللحوم البقر من بعض الدول وبالأخص أمريكا الجنوبية، وإن شاء الله وحددنا الأسعار إلى كما تعلمون هي الحد تاعهم 1200 دينار الكيلوغرام. هي كمية كبيرة إن شاء الله راح تدخل. العقود مضية بين شركة مؤسسة ألفيار لتبع قطاع الفلاحة، ويعني الأمور راهي تمشي بأحسن رب. قضية تاع ديلي برك، لأن فيه يعني لو ترونسبور بين لاميريك دو سود حتى عندنا هنايا يطلب شي وقت بالأقل 25 يوم ولا بين 25 يوم إلى 30 يوم إن شاء الله. وفي نظن أواخر شهر فيفري ديبي مارس تبدأ إن شاء الله البحر تنطلق بالنسبة لتوفير اللحوم الحمراء لكل المواطنين.